السلام عليكم، مساكم الله بالخير. فائدة على الطائر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فركز على هذه الثلاث. ينقطع عمل ابن آدم نهائي، هالثلاث هذه اللي تصب في ميزان حسناته في ذا وهو في ذلك القبر. يا الله، تخيل أنك في القبر وحوسبت في بعض الأعمال، فجأة تجيك حسنات ترفع منزلتك عند الله. وكم من حسنات، كم من حسنات أنقذت أصحابها من النار وجعلتهم في تلك الجنة. اللي هي وشي، شوف معي: واحد، علم ينتفع به. اثنين، ولد صالح يدعو له. ثلاثة، صدقة جارية. وربما أن تنتج مقطع سيء أو محرم أو شاذ أو من الأمور هذه، فيكون وزرا على صاحبها في ذلك القبر إلى قيام الساعة. صدقة جارية، اجعل لك صدقة جارية من أموالك، تصدق بصدقة خفية ما يعلم عنها أحد إلا الله. اجعل صدقة جارية حتى بعد مماتك تصب في ميزان حسناتك. أكثر الناس الآن يجمع الأموال ويقول ورثي تقاسموني. شوف الآن بالمحاكم، ما أقول لا تقطعهم من الورث، لكن شوف بالمحاكم مشاكل على مسألة الورث. فاجعل لك صدقة، وفقني الله وإياكم. تعطيهم من الأموال وتلبسهم من الملابس، ولكن في النهاية لن يبقى إلا الولد الصالح الذي يدعو لوالديه ويقول: ربي اغفره، ربي اغفر لهما وارحمهما كما ربوني صغيرا. صدقة جارية، اجعل لك صدقة جارية من أموالك، تصدق بصدقة خفية ما يعلم عنها أحد إلا الله. اجعل صدقة جارية حتى بعد مماتك تصب في ميزان حسناتك. أكثر الناس الآن يجمع الأموال ويقول ورثي تقاسموني. شوف الآن بالمحاكم، ما أقول لا تقطعهم من الورث، لكن شوف بالمحاكم مشاكل على مسألة الورث. فاجعل لك صدقة، وفقني الله وإياك.